بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير جميعا، أهلا مشاهدينا، أهلا مستمعينا في تغطيتنا الحية والمباشرة هذا اليوم من على صعيد عرفات. خير يوم طلعت فيه الشمس، يجتمع فيه ضيوف الرحمن من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف على صعيده الطاهر. أما من فاته عرفة فقد فاته الحج. يتقاطر إليه حجاج بيت الله الحرام في زمان واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. اشرأبت أعناقهم، توحدت قلوبهم في مشهد إيماني مهيب، ملبين لله تعالى ورافعين أكف الضراعة إليه، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر لهم ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. فيصلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسر لهم تأسيا واقتداء بسنة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. يباهي رب العالمين بأهل عرفات أهل السماء، كما ورد في الأثر الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. على مدار هذا اليوم سيكون معنا طوال هذه التغطية من المشاعر المقدسة الزملاء سامي جميل، نزار العلي، ومشاعل السعد. اسمعوني يا شباب، سامي حياكم الله. أهلا وسهلا ياسر، أهلا وسهلا ياسر، أهلا وسهلا بكم وبكل من يشاهد شاشة ام بي سي في هذه التغطية المباشرة على شاشة ام بي سي من هنا من مشعر عرفات، من هذا الصعيد الطاهر، في هذه الأجواء الروحانية، في هذا المشهد الإيماني الكبير الذي ننقله من هنا من استوديو ام بي سي بالقرب من جبل الرحمة. سنستمر في هذه التغطية إلى مساء اليوم، نغطي كل تفاصيل الركن الأعظم من أركان الحج، الوقوف بعرفة، من هنا من صعيد عرفات ومن قرب جبل الرحمة، في تغطية مستمرة ومباشرة معكم ومع الزملاء في الرياض وأيضا الزملاء هنا في مشعر عرفة. الله يقويكم يا سامي. انتقل لنزار أيضا. مساء الخير يا نزار، حياك الله. صباح الخير عليك وعلى جميع من شاهدنا على شاشة كل العرب ام بي سي. بالفعل احنا الان متواجدين معاكم من مشعر عرفة وتحديدا بجوار جبل الرحمة، او كما يسمى طريق المشاة كما تشاهدون من خلفي. اليوم راح يكون لدينا تغطية متميزة، عودتنا ام بي سي في كل عام ان يكون لها تغطية منفردة. اليوم عرفة تستمر لاكثر من 12 ساعة، راح نشوف فيها الخدمات الامنية والاستعدادات ايضا وجميع القطاعات المتواجدين لخدمة ضيوف الرحمن، وراح يكون لدينا عدد ايضا من الضيوف اللي راح نتحدث ايضا عن تصعيد الحجاج الى مشعر عرفه، وايضا في وقت غروب الشمس ونفرتهم الى مزدلفه. نزار، قبل لا اتوجه الى مشاعل، درجه الحراره كم واصله الحين؟ درجات الحراره هي شمس حارقه يا ياسر، لكن درجه الحراره مش مره عاليه، لكن الشمس حاره تقريبا، درجه الحراره من 40 الى 42 درجه مئويه، لكن هي الشمس هي اللي بصراحة يعني مسويت لنا حرارة، لكن كجو لا، الجو لطيف، في نسمة هواء ياسر. على أجر، على أجر يا نزار. أنتقل أيضا إلى زميلتنا مشاعل السعد. صباح الخير يا مشاعل. صباح النور والسرور عليكم وعلى كل مشاهدين قناة كل العرب. أجواء من الرحمة، أجواء من المحبة أن نعيشها هنا. خلفي مثل ما تشوفوا جبل الرحمة، يعني المشاعر اللي إن شاء الله حنقول لكم إياها خلال تغطيتنا اليوم حتكون مشاعر جدا جميلة، وتابعونا.